بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الثاني. 16 راس مشارك في هذا الشوط للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي مبتدئة ولمسافة 1400 متر. كل التوفيق للجميع. نتابع وإياكم اندفاع الجياد نحو المقدمة. بيان والمركز الأول من الجهة الداخلية، متابعة أيضا للسادة أم قرن من خلال هذا الشوط، وأسطورة تدخان في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع لصعب بالمنال مع ريتشارد مولين من الجهة الخارجية، والمنساب في المركز الخامس. إذا هنا التوجه نحو الانعطاف قبل الأخير في هذا الشوط. لازلنا مع بيان ودارين ويليامز والسيدة صبحية عوض إبراهيم مع المدرب محمد خالد الأحمد. المتابعة تأتي من أسطورة تدخان من الجهة الخارجية والخيال كسفية الزياني للمدرب والمالك راشد المري. إذا المتابعة هنا تأتي مع رهيبة وفي نفس الوقت والسادة أم كرنة. إذا محاولة التقدم من الجهة الخارجية للسيد خليفة بن إشعيل الكواري، أسطورة تدخان واندفاع إلى المقدمة ورهيبة ومحاولة التقدم. الآن الاندفاع يأتي من أسطورة تدخان، أسطورة تدخان من وسط الجياد العشرة ومحاولة التقدم مع ألبرتو سنة، وهنا التقدم لأسطورة تدخان العشرة والمحاولة العاصي، ومن الجهة الخارجية لشيكابريسك مارفينيس هورلاند، متابعة رباعية ثنائية العشرة العاصي العاصي والعشرة في هذا الشوط. العاصي عصي على الجميع، يفوز بهذا الشوط. إذا العاصي يحرز المركز الأول في الشوط. جاء نهائيا ورسميا من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الثاني. العاصي في المركز الأول، المدرب حسين عاشور، ملك السادة شيكاب ريسينج والخيال مارفين سيورلاند. ثاني المراكز اللي رقم 8 العشرة مع المدرب محمد سلامة عاشور وملك السادة مربط زاخر والخيال ألبرتو سنة. المركز الثالث اللي رقم 10 ماجدة مع المدرب البندميون وملك السادة مقن والخيال جيتون فايكون. المركز الرابع مع رقم 7 سيمو المدرب خالد ناصر النعيمي ملك السيد بدر يوسف عبد الله البلوشي والخيال عدنان حوا. خامس المراكز مع رقم 3 أوس أيضا مع المدرب محمد سلامة عاشور ملك السيد فهد بن مبارك بن جاسم القرون والخيال جيمي كوين. المبروك إذا تهانينا للفائزين في هذا الشوط بانتظار بقية الأشواط بإذن الله.